السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه معنى القطار وإيه معنى سكة القطار؟ إيه معنى المحطة في المنام؟ نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام أولا ونشوف التفسير. رؤية أننا في محطة القطار من الرموز المحمودة جدا، ولكن معناها إيه؟ وقوفي في المحطة ده معنى أننا بنتظر أمر أو بنتظر سماع خبر بخصوص أمر بدعي بيه، بنتظره، بسأل ربنا بيه. ولكن الخير كله لو شفت ان القطار جه وان انا ركبت القطار. ليه؟ لو شفت ان القطار جه ده معنى ان أمنية او دعوة بنتظرها وحتتيسر قدامي، بس هتكتمل او لا الخير بقى في ركوب القطار. لو شفت ان القطار ده جه امامي وان انا صعدت القطار فدي ابشر بيها، لان ده معنى ان انت بتنتظر امر وليك فترة طويلة وبتدعي بحدوثه وحيتيسر ليك وحيقضى بفضل الرحمن. طيب أنا شفت إن أنا منتظر وكل شيء، بس القطار جه وأنا مركبتوش أو ملحقتوش، القطار جه ومر من أمامي، ده معنى إن أنت بتنتظر حدث، ولكن الحدث ده هيفتح بالفعل بس مش هيقضى أو مش هيتم. يعني لو أنا بنتظر عمل وشفت إن القطار جه أمامي وأنا منتظراه في المحطة ولكن مرة أنا مركبتوش، ده معنى إن في فرصة عمل هتعرض عليا بس مش هتتم أو مش هدخل في العمل ده أو مش هوفق فيه. لو أنا بنتظر زواج وشفت الأمر ده ومر من أمامي برضو ده معنى إن دي مش الفرصة المناسبة وإنه في موضوع هيفتح بس مش هيقضى. لكن الخير كله إذا أنت أو أنت ركبت القطار بالفعل. طيب لو أنا شفت إن أنا في محطة القطار بس أنا بقى كنت في قطار وخرجت منه، كنت في قطار وخرجت منه دي حلوة قوي للإنسان اللي عنده وقف حال. ليه؟ لو أنا في القطار، القطار هنا يعود على الحياة، فلو أنا شفت إن أنا تركت القطار ده بس تركته عامة، يعني شفت إن أنا نزلت من قطار وما كانش ماشي ولا حاجة، أنا نزلت من قطار كان متوقف أصلا، نزلت منه ده معنى إن كان في فترة وقف حال في حياتك لفترة طويلة جدا، ولكن خلاص المحطة هنا ده معنى إن فترة فارقة في حياتك وإنه حياتك من تعطيل من تعثر من الأمور دي كلها هتنقضي وهتبدأ حياة جديدة. طيب لو أنا بقى شفت إن أنا نزلت من قطار وركبت قطار تاني، ده هنا معناها إيه؟ للمطلقة الرمز ده معناه إن هي تفارقت عن شخص وانتهت حياتها معاه تماما، ولكن سرعان ما هيتم ارتباطها بشخص تاني الفترة اللي جاية. وده نفس التأويل للبنت اللي كانت مخطوبة أو كان في كتب كتاب وما تمش الأمر، فجزء إني أترك القطار وأركب قطار تاني ده رمز محمود للمنفصلين. طيب لو أنا ترك عمل وشفت إن أنا نزلت من القطار وركبت قطار تاني، ده معناه إن أنا هنتقل من العمل اللي أنا تركته خلاص مش هرجع له، بس أنا هدخل في عمل تاني. طب هو أني أحسن، العمل الأول ولا التاني؟ هنا تبص بقى لإيه؟ لشكل القطار نفسه، يعني اللي كنت فيه كان أجمل، كان أفضل، كان أحدث، ولا اللي أنا ركبته؟ يعني هنا ركز قوي في الشكل، لو في أرقام كانت مكتوبة، في اسم ذكر، تنتبه قوي، لأن دي هتقولك هو اللي جاي لك الفرصة اللي جاية دي أفضل ولا أسوأ من اللي أنت أصلا كنت فيها، فركز في الأمور دي. طيب لو شفت إن أنا في قطار ومعايا شخص مريض وشفت إن المريض ده نزل في محطة معينة أثناء ما القطار كان ماشي والقطار توقف والشخص ده نزل في المحطة أنا ما نزلتش معاه، دي مش محمودة. المريض لما تشوف انه نزل في محطة معينة او انه كان راكب قطار وخرج منه في محطة معينة دي مش محمودة، لان ده معناها وفاة، فدي للمريض ما بتكونش محمودة. طيب لو شفت انقلاب القطار هنا معناها ايه؟ انقلاب القطار لو انت كنت فيه دي تستعيذ منها وتخرج صدقة، لان دي بتعود على انقلاب حال ان الشخص ده احواله هتتبدل، وهنا مش للأفضل بالعكس هنا للأسوأ لا قدر الله. طيب لو أنا شفت إن في قطار انقلب بس أنا ما كنتش فيه، أنا كنت بشهده بس، أنا شفت الحدث ده قدامي، هنا معناها إيه؟
هنا تنتبه إذا في خلافات ما بينك وما بين حد. ليه؟ لأن لو في خلافات ما بينك وما بين حد وشفت إن القطار هو كان أمامك أنت مش فيه انقلب، فده معناه إن الأمور هتتبدل، بس هتتبدل ليك أنت للأفضل. طالما إن أنت ما كنتش فيه هتتبدل بنصرة ليك، والشخص اللي كان فيه عداء ما بينك وما بينه هتتبدل أحواله للأسوأ. طيب الناس بقى اللي بيتكرر عليها ان هي في المحطة ومنتظرة القطار وما فيش حاجة جت، ودي بتتكرر على ناس كتير قوي. لو انا في المحطة وانا لا شفت قطار ولا شفت شيء، انا شفت نفسي ان انا منتظرة فقط. ده معناه ايه؟ ده معناه ان انت استغفر قدر المستطاع، لان دي بتعود على الناس اللي عندها توقفات. يعني انت بتنتظر امنيات، بتنتظر زواج، ذرية، عمل، الحاجات دي، لكن كلها مفيش اي حاجة جاتلك. بس هل انا هستمر على كده؟ لا، مش هتستمر على كده، لان محطة القطار رمز تغيير ورمز نقلة في حياة الانسان، فهي فقط بتكون تنبيه ليك ان انت تستغفر الفترة اللي جاية قدر المستطاع. ما ننساش الصلاة على رسول